كان الإبداع هو المقصد أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا، بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر، نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها، كل عمل يعمله، كل أمر يتصدر له، لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية، لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وأطلع شيء يتقال عليه شيء مبدع؟ هذا ما فكرنا فيه وزارة الشباب والرياضة، ولذلك أطلقنا مسابقة إبداع في كل ظروفها المختلفة وأمورها المختلفة. كل ما نطلب فيه أن من يشارك معنا أن يحاول يبذل أقصى مجهود، يحاول يعمل فكره، يحاول يطلع شيء نستطيع أن نطلق عليه في الآخر أنه شيء مبدع مشترك في مسابقة إبداع. بتحب الفن؟ حاسس انك موهوب ومش لاقي فرصة؟ إبداع 5 فتح الباب لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات ليفجروا مواهبهم. شباب واعد، إبداع حقيقي وفن راقي، برعاية الشباب والرياضة وبإشراف الجامعات وجدوا الفرصة الحقيقية. السنة دي شارك أكتر من 4000 طالب وطالبة على مدى 6 أشهر من أكتوبر 2016 وحتى إبريل 2017. أنا هنا في الأوركسترا جديدة بقالي حوالي 5 شهور. اللي رشحني هنا دكتور عز الدين طه، رشحني الدكتور أمل جمال سليمان، وبعت لها فيديو ليه وأنا أصلا في موسيقى عربية. شاركت في إبداع 4 وعملت حفلات كتير قوي على مسرح الأوبرا وقاعة سيد درويش مع دكتور عز الدين. الأوركسترا كطابع وكشغل طبعا فيها شغل أكاديمي إلى حد ما. النظام فيها بالنسبة للموسيقيين بيعتمد على قراءة النوتة الموسيقية. حالياً الأوركسترا بتجيب الناس اللي بيدخلوا فيها جداد عن طريق مسابقات إبداع اللي بينجحوا فيها من الجامعات، من مراكز الفنون طبعاً، يعني الجامعات، مراكز الفنون الجامعات ومراكز الفنون الشباب والرياضة من جميع محافظات مصر. انضميت لإبداع 5 وساعتها بقى المايسترو أسامة علي خدني وقرر إن أنا أبقى معاه على طول. طبعا اشتغلت مع دكتور عز بجد مبسوطة جدا، يعني ده اول تعامل ما بيننا، بس مبسوطة جدا بالتعامل بتاعه. يعني حاسة ان انا على راحتي قوي وبيتناقش معانا، ولو في حاجة غلط بيوصل لنا المعلومة بطريقة بسيطة جدا الواحد يتقبلها. يعني الموضوع هنا مختلف عن اي مكان، من حيث الخبرة، من حيث ان هم بيهتموا قوي بالشباب، حتة الشباب دي لسه جداد في حتة المزيكا، فده كويس. يعني بعد كده في الحياة بتاعت العملية بتاعتنا تلاقيهم عندهم خبرة أكتر. كان الإبداع هو المقصد، أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا، بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر، نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها، كل عمل يعمله، كل أمر يتصدر له، لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية، لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وطلع شيء يتقال عليه شيء مبدع؟ هذا ما فكرنا فيه وزارة الشباب والرياضة، ولذلك أطلقنا مسابقة إبداع في كل ظروفها المختلفة وأمورها المختلفة. كل ما نطلب فيه أن من يشارك معنا أن يحاول يبذل أقصى مجهود، يحاول يعمل فكره، يحاول يطلع شيء نستطيع أن نطلق عليه في الآخر أنه شيء مبدع مشترك في مسابقة إبداع.
بتحب الفن؟ حاسس انك موهوب ومش لاقي فرصة؟ ابداع خمسة فتح الباب لشباب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات ليفجروا مواهبهم. شباب واعد، ابداع حقيقي وفن راقي، برعاية الشباب والرياضة وبإشراف الجامعات وجدوا الفرصة الحقيقية. السنة دي شارك أكثر من 4000 طالب وطالبة على مدى 6 أشهر من أكتوبر 2016 وحتى إبريل 2017. أنا هنا في الأوركسترا جديدة بقالي حوالي 5 شهور. اللي رشحني هنا دكتور عز الدين طه، رشحني الدكتور أمل جمال سليمان، وبعت لها فيديو ليه وأنا أصلا في موسيقى عربية، وشاركت في إبداع 4 وعملت حفلات كتير قوي على مسرح الأوبرا وقاعة سيد درويش مع دكتور عز الدين. الأوركسترا كطابع وكشغل طبعا فيها شغل أكاديمي إلى حد ما، النظام فيها بالنسبة للموسيقيين بيعتمد على قراءة النوتة الموسيقية. حاليا الأوركسترا بتجيب الناس اللي بيدخلوا فيها جداد عن طريق مسابقات إبداع اللي بينجحوا فيها من الجامعات، من مراكز الفنون طبعا، يعني جامعات، مراكز الفنون الجامعات ومراكز الفنون الشباب والرياضة من جميع محافظات مصر. انضميت لإبداع خمسة، وساعتها بقى المايسترو أسامة علي خدني وقرر إن أنا أبقى معاه على طول. وطبعا اشتغلت مع دكتور عز، بجد مبسوطة جدا، يعني ده أول تعامل ما بيننا، بس مبسوطة جدا بالتعامل بتاعه، يعني حاسة إن أنا على راحتي قوي، وبيتناقش معانا ولو في حاجة غلط بيوصل لنا المعلومة بطريقة بسيطة جدا الواحد يتقبلها. يعني الموضوع هنا مختلف عن أي مكان، من حيث الخبرة، من حيث ان هم بيهتموا قوي بالشباب، حتة الشباب دي لسه جداد في حتة المزيكا، فده كويس يعني بعد كده في الحياة بتاعت العملية بتاعتنا تلاقيهم عندهم خبرة اكتر. الموهوبين بجد كملوا ودخلوا دورات وبدأوا يلمعوا، وهينوروا الظلام اللي عشش في جامعتنا وأدمغة شبابنا لفترة طويلة. شباب إبداع ووزارة الشباب ومسابقة إبداع دي أنا شخصيا فوجئت بيها، ما عرفتهاش إلا حضرت الحفلة النهائية بتاعتها في جامعة القاهرة. كمواطن حسيت بالفخر، بالفخر والسعادة. السعادة طبعا لأن كان في قاعة الاحتفالات الكبرى دي كانت من 5-6 سنين لا يجرؤ أحد إنه يمسك كمان او يضرب على عود، هيجيبوا رقبته. ما شاء الله هايل في الاوركسترا دكتور، بس عشان نسمعهم بس انا في حاجه، لان ما حدش واخد باله من اهالينا الناس، يعني ايه يقول لك اوركسترا ومضيعين وقت وغنوا بتاع، فانا انا بس انا عايز اقول ان ما هي دي احنا ليه قلنا على الفنون القوى الناعمه. طبعا القوى الناعمه، لان القوى الناعمه اللي هي تتعامل مع المشاعر. واصلا انا في رايي انا لما احنا الولاد بنحاول نعلمه، كان في زمان في المدرسه بتعلمه موسيقى مش عشان يبقوا يعني مش عشان هو يحترف ويبقى شاطر زي الشباب اللي قدامي، لا ده انا عايز اتعلمه ان يتذوق الموسيقى، لانه لو تذوق الموسيقى مش هيتذوق القبح. تمام، لو هو مشاعره الفن فعلا وقوة النعمة دي دغدغت مشاعره مش هشيل بندقيه طبعا. فانا يعني ريت حضرتك تكمل لي على النقطه دي بس عشان لان احنا كنا رايحين في سكه تانية، سكه اللي يروح ما يرجعش ديت. يعني كنا رايحين في سكه الحمد لله ربنا سترها معانا وبعت لنا الخد بايدينا وعدينا المرحله الصعبه ديت
بس الحمد لله ربنا يعني وفقنا ونكمل بخير، واللي جاي ان شاء الله خير، كل اللي جاي خير يعني، انا متفائل جدا. فحته القوى الناعمه دي يعني انا يعني انا بسافر وبروح واجي، لما بتروح تونس كنت بروح سوريا قبل كده، بروح العراق ورحت كل الدول العربيه، كل الدول العربيه، عادل امام مش عارف عبد الوهاب ام كلثوم، ما بيقوليش اقتصاد بتاعكم كذا مش عارف، ده اول حاجه ده بيفتكرها الفن. هو يعني هو علاقه مصر الحاجه القويه قوي 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 وعلاقتها بالدول العربيه طبعا، غير الصداقه والاقتصاد. وريني الفن بقى ان شاء الله، يلا بينا نبتدي واحده واحده كده وان شاء الله. اتفضل. مواجعهم
يا ليل على الخدين ما دامهم باتوا سهر حيارى بطول الليل نوحين يا ليل يا ليل بتميل العيون على خده وتشاهد جنينه ورده بتميل العيون على خده وتشاهد جنينه ورده ولا سالم عبيد عنده ولا باري الحديد عيون على خده وتشاهد جنينه ورده بتميل العيون على خده وتشاهد جنينه ورده ولا سالم عديد يعدي لو فاتت حلت الهوى بتهل الروايح منه وبيتقال عينك منه سمعنا بقى احمد الاستاذ احمد صبحي في الاغنيه دي اللي قدمها لنا. مين يا مايسترو تاني الاغنيه الثانيه؟ معانا سحر سليمان. سحر سليمان اللي هتغني ما بقاش انا؟ مش انا بتاعت اصاله. انت تعبت ولا ايه؟ اغنيه صعبه. انت تعبت ولا ايه؟ عشان احنا لسه في البدايه اهو بالعكس يعني اصاله اهي ان شاء الله. بقول يا دكتور طيب دلوقتي احنا بقالنا 15 سنة يعني فكرة ان الكلمة والموسيقى والحاجات نازلين يعني تمام. فاحنا من 15 سنة او 17 سنة طلع حد بيقول ايه باع 5 مليون سي دي ايه بس انا ما اعرفش ايه دي ترنم. المهم منهم كلثوم وعبد الوهاب ومن الكلام لا هو كان مقصود بس عشان دعنا نتفق ان ده كان مقصود يعني ده كان مقصود لانك انت عشان تهز الرياده اللي هي اللي خلت الكل يتكلم اللهجه المصريه ما هو اللي هو اللي عمل ده الاغنيه والفيلم المصري عشان نعمل ده كله لازم يطلع ايه عشان خاطر بقى ينزل كلام اللي احنا بنسمعه واللي احنا رحنا منه ده. وسيطره شركات الانتاج الغير مصريه دي نقطه مهمه جدا اثرت كتير غض النظر بقى مقصود ولا مش مقصود بس فعلا سيطرت. احنا هنعمل وقت هنتكلم في الموضوع ده بس احنا عايزين بقدر المستطاع انا عايز اسمع كل الاغاني اللي قدامي دي كلها يلا يا ورق يعني اغنيه من اغنيه عايزين نسمعهم كلهم يعني. سحر سليمان هتغني الاغنيه ما بقاش انا اطلع سنه صغيره قدام اطلع سنه صغيره قدام ما بقاش انا
لو معرفتش ان حنانك سر حناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وانك مهما بعدت هترجع تتمناني ما بقاش انا لو مرجعتش ليا بقلبك تاني هنا لو محلفتش ان استني في بعض سنة لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا ما بقاش انا لو معرفتش ان حنانك سر وحناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وانك مهما بعدت هترجع تتمناني ما بقاش انا سحر سليمان. والحقيقه بسم الله ما شاء الله. لا ده انت ايه رايك في الاصوات ده اصوات ايه ده انتوا طب وانتوا يعني ما شاء الله وده احنا ما شاء الله عندنا يعني كم اصوات مصر زي ما حضرتك لسه قايل مصر ولاده مصر. طب احنا هنتحرك ازاي من المرحله دي للمرحله الثانيه؟ يعني مرحله ثانيه نبقى في يعني ما انا نفسي بس يبتدي يبقى في كلام كويس بيتكتب لما يبقى عندي الصوت ده وعند الخامات دي يبقى بس لان الحكايه واقفه في الكلام دلوقتي بالظبط. فنقدر نكمل ديت ده زي ما انتوا عملتوا ده. يعني انا شايف ان وزاره الشباب عملت او مش خلي عايز يعمل حاجه عبقريه. انا رايي حاجه عبقريه انك قدرت تخش يعني قدر هو يقتحم الجامعه دي حاجه عبقريه طبعا. ومن السلاسل والخنادر والحاجات دي كلها ما كانش حد يقدر كان زمان كل دول لابسين دلوقتي حرام لك وكان اللي هينطح جامعه الازهر جابت لازر دخل. وانا انا ما عايز اشوف ما عايز اشوف ان شاء الله في الحلقات اللي جايه الشباب بس ازاي نكمل بقى. وده اللي انا يعني يا ريت سياده الوزير لا ما نكمل ان النهارده ان انا يبقى في مجموعه اصل احنا عندنا ناس تكتب كويس. هي الفكره ان ازاي ننتج لهم اعمال كويسه وازاي ان انت حضرتك بقى يعني استاذ تاليف موسيقى ويجي للناس تعمل بكملنا الدايره يعني بكملنا الدايره ازاي نعمل تاني حاجه كلام زي بتاع زي اللي كان موجود زمان اللي هو الكلام المحترم اللي يليق بمصر اللي هي اقدم دوله في التاريخ. نشوف الحاجه الثالثه بقى يا دكتور خدت نفسك انت اهو تنفع نشوف
نديم مرجان هتكلمنا. اتفضل يا حبيبي. مين بقى نديم مرجان؟ نديم مرجان العيون السود. نديم مرجان هتغني العيون السود. يلا thank you.
نكمل على طول؟ اه ماشي بقى هدير يلا هدير عشان يلا يا شباب عشان ما ايه يلا شباب يلا هدير اصل انتوا مش متخيلين التليفونات ما بره بقول لك اقعدوا للصبح هم اه التليفونات بس مش معاكم للصبح يلا هدير هتغني حبيتك في الصيف هدير الشريف ها يمين سنو غيرين
احسب بسرعه ده احنا الوقت انتوا لو عايز مش عايزينكم تمشوا يلا بينا مش عايزين خلينا نقضيها بقى الناس مبسوطه جدا طبعا بنحاول نعمل تنوع في اشكال الغنى ونوعيه الاصوات برضك ما هو عشان الصفات اللي احنا لازم نطلع ال10 عشان النشره دي مقدسه بقى ليه قلبي ليه ايات نبيل ليه قلبي ليه آيات نبيل آيات نبيل يا عمي
خلاص دكتور احنا انتوا خدتونا وخدتوا الوقت كله، فاضل لنا 3 دقايق واربع دقايق. معانا اغنيه كمان لو ما تفهم. هو انا يا دوبك نلحق عايزين نسمع مصر الوطني. كلها السلام الوطني لان نفسي السلام الوطني يتغنى لان عشان لان ده الحقيقه والنشيد الوطني يتغنى هو طبعا احنا عارفين كل حفلاتنا عشان الناس لا عشان الناس تحفظه هو انا بنشوف في كل الاحتفالات العالميه اي نشيد وطني بيغنوا له وبيبقى على فكره كمان منظمين قوي في غناهم ما بيبقاش في حد بيغني حاجه ثانيه يعني من كتر الغنى ده بيتمرنوا. طيب قبل بس انا عشان احنا سلام الوطن ومنكم هتطلعوا انتوا بقى ده بس انا عايز اشكر يعني شبابنا عايز اقول والله مصر بخير طول ما كل المواهب بتطلع عايز اقول ان مصر ما وقفتش ولا عمرها هتقف طبعا وان احنا هنرجع تاني. إذا كان الإبداع هو المقصد أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها كل عمل يعمله كل أمر يتصدر له لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وطلع شيء يتقال عليه شيء مهم. إذا كان الإبداع هو المقصد أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها كل عمل يعمله كل أمر يتصدر له لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وطلع شيء يتقال عليه شيء مبدع؟ هذا ما فكرنا فيه وزارة الشباب والرياضة ولذلك أطلقنا مسابقة إبداع في كل ظروفها المختلفة وأمورها المختلفة. كل ما نطلب فيه أن من يشارك معنا أن يحاول يبذل أقصى مجهود يحاول يعمل فكره يحاول يطلع شيء نستطيع أن نطلق عليه في الآخر أنه شيء مبدع مشترك في مسابقة إبداع. إذا كان الإبداع هو المقصد أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها كل عمل يعمله كل أمر يتصدر له لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وطلع شيء يتقال عليه شيء مبدع؟ هذا ما فكرنا فيه وزارة الشباب. إذا كان الإبداع هو المقصد أعتقد أن الأمر هيطلع بشكل عالي جدا بشكل متميز جدا. إذا كنا بقى بنتحدث عن الشباب عموما في مصر نتمنى أن الشباب المصري في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش بيها كل عمل يعمله كل أمر يتصدر له لابد مش يعمله بالطريقة الروتينية لابد أن ينظر إليه بشكل من الإبداع. كيف أتفوق على نفسي؟ كيف أعمل أفضل شيء ممكن؟ كيف أنظر إلى كل الأمور المحيطة بي وأحاول أخذ كل هذه المعطيات وطلع شيء يتقال عليه شيء مبدع؟ هذا ما فكرنا فيه وزارة الشباب والرياضة ولذلك أطلقنا مسابقة إبداع في كل ظروفها المختلفة وأمورها المختلفة. كل ما نطلب فيه أن من يشارك معنا أن يحاول يبذل أقصى مجهود يحاول يعمل فكره يحاول يطلع شيء نستطيع أن نطلق عليه في الآخر أنه شيء مبدع مشترك في مسابقة إبداع. بتحب الفن؟ حاسس انك موهوب ومش لاقي فرصة؟